السلام عليكم. حلقة اليوم الحلقة 10 من برنامج علي وكتاب، وده هدف مرحلي من الأهداف اللي كنت حاططها للبرنامج، وعشان كده كتابنا اليوم كتاب مميز جدا. هنتكلم فيه عن الموهبة، هل هي شيء يعطى للإنسان من لحظة مولده، ولا هي شيء يتم اكتسابه بالتدريب والتعلم؟ وهل أنت من الأساس محتاج موهبة فريدة عشان تحقق نجاح كبير في الحياة؟ كتابنا اليوم اسمه شفرة الموهبة، The Talent Code. مؤلف الكتاب اسمه دانيال كويل. المؤلف سافر لمدارس ونوادي وجامعات حول العالم بحثا عن إجابة بعض الأسئلة، زي ما هي الموهبة، وهل الموهبة تولد مع الإنسان ولا شيء يكتسب بالتعلم، وإيه وسائل تنمية وتطوير الموهبة، وهكذا. كلمة كود في عنوان الكتاب مقصود بها شفرة أو شيء مبهم أو لغز، والمؤلف بيحاول يحل اللغز ده. الكتاب من أكثر الكتب مبيعا ومن أفضل الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع، وده واضح جدا من خلال تقييم الكتاب على أمازون. هنعرض الكتاب من خلال 3 أفكار. رقم 1، الموهبة هبة أم اجتهاد؟ رقم 2، صناعة الموهبة؟ رقم 3، خلاصة وتعقيب. في بعض الأفكار دي هستعين ببعض الأمثلة والأقوال مش موجودة في الكتاب، هي أمثلة أنسب لينا ولفهمنا وهتساعدنا نستفيد من الكتاب بشكل أكبر، خاصة إن الكتاب مركز في أمثلته على الألعاب الرياضية وبعض الفنون، يمكن عشان دي أكتر مجالات بتذكر فيها كلمة موهبة، لكن الأفكار نفسها بعيدا عن الأمثلة تنطبق على أي مجال وأي مهارة. من ضمن الانتقادات الموجهة للكتاب هي إن المؤلف تجاهل بعض العوامل المؤثرة في حياة ونجاح الإنسان لصالح فكرته الأساسية اللي بيقدمها في الكتاب. أنا مش هتجاهل العوامل دي وهضمها للأفكار اللي هنعرضها بالشكل المناسب. عموما كل شيء هيتضح بعرض الأفكار، فخلونا نبدأ. أول فكرة معانا تحت عنوان الموهبة هبة أم اجتهاد. عادة لما بنشوف شخص متفوق ومتميز في مهارة معينة بنوصفه إنه شخص موهوب، خاصة لما بيظهر لنا إن الشخص ده بيؤدي المهارة دي بسهولة وبشكل يبدو عفوي وبدون جهد من شدة إتقانه لمهارته. وكتير من الناس بيميل إنه ينسب التفوق ده لشيء فطري الشخص ده اتولد بيه، وصعب شخص عادي ما اتولدش بالموهبة دي إنه يوصل لنفس المستوى والإتقان في المهارة دي. فهل الانطباع ده صحيح؟ هل فعلا التفوق والتميز دايما ناتج عن موهبة فطرية بتتولد مع الشخص وبدونها صعب الوصول لمرحلة النبوغ والعبقرية في إتقان مهارات أو مجالات عمل معينة؟ المؤلف بيقول إننا لو شفنا توزيع النوابغ في المجالات المختلفة حول العالم هنلاحظ حاجة لا يفسرها القول بإن الموهبة تولد مع الإنسان، وهي إننا هنلاحظ تمركز مواهب معينة في أماكن معينة وأحيانا في أزمان معينة. يعني مثلا ليه البرازيل بيخرج منها عدد كبير من المواهب في كرة القدم؟ هل لأن بالصدفة عدد كبير من اللي بيتولدوا بموهبة كرة القدم بيتولدوا في البرازيل؟ وليه عدد كبير من أبطال العالم في الشطرنج بيخرجوا من روسيا وأوروبا الشرقية؟ هل لأن النساء في المنطقة دي من العالم بتولد أطفال موهوبين بالفطرة في لعبة الشطرنج؟ لو الموهبة شيء بيولد مع الشخص، ليه الصين والهند مش مكتسحين كل المجالات بحكم إنهم بيمتلكوا كتلة سكانية ضخمة جدا وتبعا لقوانين الاحتمالات البسيطة المفروض يكون عندهم عدد أكبر من المواهب في كل المجالات؟ المؤلف كمان بيطرح مثال مهم بمدينة فلورنسا الإيطالية في وقت عصر النهضة. المدينة نفسها صغيرة وعدد سكانها في الوقت ده كان في حدود 70,000 نسمة، وده رقم صغير جدا، بعض أحياء القاهرة فيها أضعاف الرقم ده. في المكان الصغير ده وخلال فترة زمنية محدودة ظهر عدد كبير من النوابغ والمواهب التاريخية في العمارة والرسم والفلسفة والعلوم زي ليناردو دافنشي، مايكل أنجلو، جاليليو وغيرهم. فهل السبب في ظهور المواهب والنوابغ دي كلها هو أنهم اتولدوا بيها؟ طب ليه الموضوع ما استمرش بعد عصر النهضة مع أنها نفس المدينة ونفس الجينات اللي بيتم توارثها؟ بل وصل الأمر إن عندنا حالات بيكون فيها نادي واحد في بلد بيخرج منه عدد من الأبطال في لعبة أكتر من اللي بيخرج من بلاد كاملة في نفس اللعبة. من الواضح من الأمثلة دي إن فكرة إن الموهبة بتتولد مع الشخص تفسير غير منطقي أو غير كامل لحل شفرة الموهبة، لذلك محتاجين نبحث عن تفسير آخر. عشان نوصل للتفسير الآخر ده محتاجين نضم كل العوامل المهمة اللي بتأثر في الإنسان وحياته. نقدر نقول إن في 4 عوامل رئيسية هي اللي بتشكل حياة الإنسان ومصيره ونجاحه أو فشله. رقم 1، الجينات. رقم 2، البيئة والمجتمع. رقم 3، التربية. رقم 4، الاختيار والإرادة الحرة. أولا الجينات، محدش يقدر ينكر إن الصفات الجسدية والعصبية اللي بتتولد بيها لها تأثير كبير عليك، خاصة لو ولدت بصفات غير منتشرة بين معظم الناس، سواء كانت محببة زي المناعة القوية أو نشاط ذهني عالي أو ابتلاء زي بعض الأمراض الوراثية أو النادرة. لكن زي ما هنوضح لاحقا، مولدك بصفة مرغوبة مش ضمان أكيد للنجاح، ومولدك بإعاقة أو مرض مش ضمان أكيد للفشل، بل أحيانا بيكون العكس تماما. ثانيا
البيئة والمجتمع اللي بتنشأ فيه له تأثير صعب إنكاره أو تجاهله، تأثير على سلوكياتك واهتماماتك. يعني مثلا لو اتولدت وعشت في البرازيل غالبا هتحب لعبة كرة القدم لأن البيئة والمجتمع هناك بيحب اللعبة دي بشكل كبير، بينما لو اتولدت في إحدى دول شرق أوروبا من المحتمل إنك هتحب لعبة الشطرنج أكتر لأنها لعبة شعبية هناك والبيئة بتشجع على تعلمها وممارستها. ثقافة البلد والمدينة اللي انت عايش فيها ومستواها من حيث المؤسسات والمدارس والنوادي وتوفر الفرص من عدمها، كل ده له نصيب في التأثير عليك سلبا أو إيجابا. ثالثا التربية. التربية اللي حصلت عليها من الأبوين ومن معلمي المدرسة مهمة جدا في تشكيل شخصيتك وقدراتك. ممكن تنشأ في بيئة أو مجتمع سيء لكن الأبوين يقدروا يحموك من سلبيات المجتمع ده ويشجعوك، وممكن أيضا تنشأ في بيئة أو مجتمع فيه فرص كتير للنجاح لكن فشل الأبوين في التربية يصعب عليك فرص التفوق والنجاح المتوفرة في البيئة دي. بعض الآباء ممكن يضروا أبنائهم أكتر ما ينفعوهم بكل أسف. رابعا اختياراتك وإرادتك الحرة. لاحظ ان الثلاث عوامل السابقة انت لا تملك الخيار في تحديدهم، محدش بيختار جيناته ولا البيئة اللي بتولد فيها ولا الأب والأم، لكن مع ذلك الجزء الأكبر من نجاحك معتمد عليك، لأن العامل الرابع اختياراتك وإرادتك الحرة هو أهم عامل. العامل ده ممكن يلغي أو يعظم من تأثير الثلاث عوامل السابقة. انت ممكن تتولد بصفة جينية زي عذوبة الصوت او قوة الحنجرة مثلا، انت باختيارك ممكن تستغلها عشان تكون قارئ قرآن مميز او مطرب شعبي، او تستغلها في مهنة التعليق الصوتي، او ببساطة ممكن ما تستغلهاش خالص لو كنت مهتم بمجال الصفة دي لا تعطيك فيه اي افضلية زي الهندسة او الطب. محدش بيروح يتعالج عند الدكتور عشان صوته حلو. وهنا عاوز اوضح نقطة مهمة جدا، مفيش حاجة اسمها شخص بيتولد بموهبة تلاوة القرآن أو موهبة الغناء أو الرسم أو أي مهارة أخرى، محدش بيتولد بمهارات، لكن ممكن الشخص ده يتولد بصفة جينية تساعده وتسهل عليه التفوق في مهارة معينة أو عدة مهارات. اختيار أي مهارة لاستغلال الصفة دي أو عدم استغلالها من الأساس شيء راجع لاختيار الشخص وإرادته الحرة، أو طبعا تشجيع الأسرة بالنسبة للأطفال اللي لسه ما وصلوش لمرحلة الاختيار لنفسهم. الصفات الجينية المرغوبة يمكن استغلالها استغلال إيجابي أو سلبي أو عدم استغلالها على الإطلاق، بمعنى إنها ليست ضمان أكيد للنجاح. أما بالنسبة للصفات الجينية غير المرغوبة زي الأمراض النادرة أو الوراثية أو الإعاقة، بالتأكيد الابتلاءات دي بتمثل تحدي وصعوبة للإنسان، لكن مع ذلك ليست ضمان بالفشل. في الواقع هناك حالات كثيرة كانت الإعاقة فيها دافع قوي لنجاح صاحبها. كتير من الناجحين كانوا مولودين بمرض أو إعاقة، زي سعيد بن المسيب، موسى بن نصير، عطاء بن أبي رباح، وحديثا جون ناش عالم الرياضيات الشهير كان مصاب بالفصام، هيلين كيلر كانت صماء عمياء، ستيفن هوكينج الفيزيائي الشهير مريض بمرض نادر تسبب في شلل معظم عضلات جسمه. وبغض النظر عن بعض افكاره الى اننا ما ننكرش انه تخصص في مجال غايه في الصعوبه ووصل لمرحله وضع نظريات في المجال ده. ستيفن هوكينج بالمناسبه بيقول ان مرضه وعدم قدرته على الحركه هو اللي اعطاه الوقت اللازم للتعمق في مجال الفيزياء النظريه. وده بيفكرنا ببيت شعر جميل لابي تمام بيقول: قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعد القوم بالنعم. وعشان كده بنقول ان اختيارك ورد فعلك على اي نعمة او ابتلاء جسدي هو اللي بيحدد نجاحك او فشلك. وكذلك الحال بالنسبة للبيئة والمجتمع والتربية. حتى في البلاد المتطورة اللي بتشجع مواطنيها وبتدعمهم هتلاقي فيهم مجرمين ومدمنين وفشلة، مش كلهم بينجحوا ويحققوا انجازات. وفي البلاد والمجتمعات الفقيرة او المتأخرة عموما هتلاقي منهم الناجحين. خلي بالك انا مش بقلل من تأثير البيئة والمجتمع عليك، بالتأكيد وجودك في مجتمع او بلد بيشجع ويدعم هيزود فرصك في النجاح، لكن قصدي من الكلام انه مش ضمان اكيد بالنجاح او الفشل. وبالنسبة للتربية خليني اضرب مثال بواحد من انجح الشخصيات في عصرنا الحالي، إيلون ماسك. إيلون أبويه انفصلوا وهو صغير وكمل الحياة مع أبوه اللي كان بيعامله معاملة سيئة جدا، بالإضافة أنه كان بيتعرض للأذى والسخرية من زملائه في المدرسة. الواقع الصعب ده دفع إيلون ماسك للهرب منه بقراءة الكتب، خاصة كتب الخيال العلمي، ودي كانت نواة مهمة وسبب أساسي في مشوار نجاحه لاحقا في إنشاء شركة الفضاء سبيس إكس وشركة تسلا للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة وغيرها. كان ممكن إيلون ماسك يهرب من الواقع الصعب وفشل والديه بإدمان المخدرات مثلا، لكنه اختار قراءة الكتب. وخلي بالك من حاجة مهمة هنا، لما بنقول الاختيار مش قصدنا مجرد النية والرغبة في النجاح، المقصود بدء الفعل وبذل الوقت والجهد وتحمل مشقة تحقيق النجاح ده، لأن حتى الناجحين اللي توفرت لهم كل العوامل المناسبة من صفات جينية وبيئة مشجعة وخلافه احتاجوا بذل الجهد والوقت لفترات طويلة للوصول لمستوى النبوغ في مجالاتهم. الإنسان ممكن يتولد غني أو فقير، قوي أو ضعيف، لكن محدش بيتولد ناجح أو فاشل، ده شيء بيتحدد لاحقا بناء على اختياراتك وردود أفعالك اتجاه الظروف والعوامل اللي اتواجدت فيها. خلاصة الفكرة دي، في أكتر من عامل بيؤثر على فرص نجاحك وتميزك،
منها الجينات والبيئة وتربية الأهل، لكن يظل عامل الاختيار والإرادة الحرة هو العامل الأهم، وبالتالي نجاحك أو فشلك يظل شيء أنت اللي بتحدده وتختاره بأفعالك، مش مجرد شيء بيحصل لك خارج عن إرادتك. وبالتالي أنت قادر على أنك تصنع التفوق والتميز وتوصل لدرجة من الإتقان لما الناس تشوفها تقول عليك أنك موهوب، وهنعرف كيفية تحقيق ذلك من خلال الفكرة القادمة. تاني فكرة معانا عن صناعة الموهبة، أو بمعنى أدق صناعة التفوق والتميز في المهارات المختلفة. المؤلف بيقول إنه بعد ما سافر لعدد كبير من مكامن المواهب حول العالم، بالإضافة لدراسة تاريخ النابغين والمميزين في مجالاتهم، وصل لإنك عشان تصنع التفوق والنبوغ محتاج 3 عناصر. رقم 1 إجنيشن، إشعار رغبة التعلم. رقم 2 ديب براكتس، التدريب العميق. رقم 3 ماستر كوتشنج، معلم أو مرشد. أولاً إشعال رغبة التعلم. أول العناصر المطلوبة هو إشعال الرغبة في تعلم مهارة أو مجال معين. الشعلة دي عادة بتبدأ بحدث خارجي، تشجيع من الأسرة لطفلهم، أو فيديو معين تشوفه ويثير اهتمامك، أو حتى الرغبة في تقليد أحد الناجحين اللي أنت معجب بيهم. المؤلف بيطرح مثال بلاعبة جولف من كوريا الجنوبية اسمها سيري باك، فازت بإحدى البطولات الكبرى. قبل فوزها بالبطولة، كوريا الجنوبية ما كانتش مهتمة بتاتا بلعبة الجولف، وما كانش بيخرج منها أي أبطال في اللعبة. لكن بعد فوز اللاعبة دي بالبطولة وانتشار الحدث في وسائل الإعلام، ده أشعل الرغبة داخل عدد كبير جدا من الأطفال والشباب، وخلال فترة زمنية قصيرة بدأ يظهر عدد أكبر من اللاعبين المميزين في لعبة الجولف من كوريا الجنوبية. ليه عدد كبير من المواهب الصغيرة بيكون في الغناء والتمثيل ولعب الكورة؟ لأن ده نموذج النجاح اللي الإعلام في معظم الدول بيركز عليه للأسف، فده بيشعل الرغبة في قلوب الصغار والشباب في تقليدهم. لذلك مهم جدا للآباء إنهم ما يسيبوش أبنائهم للإعلام يشكل مفهوم النجاح في أذهانهم. شجع أبنائك على مهارات مفيدة ونفع في الحياة. وبالنسبة للكبار، فأنت وصلت لمرحلة من النضج تخليك أكثر وعياً، تقدر تشعل الرغبة جواك بقراءة قصص الناجحين في المجالات المهمة وتتعلم منهم، أو بتجربة تعلم بعض المهارات اللي بتثير اهتمامك لاستكشافها واستكشاف مدى قدرتك على التميز فيها. ثانياً التدريب العميق. مفهوم التدريب العميق مكرر في كثير من الكتب المهتمة بالتميز والأداء العالي بشكل عام، حتى وإن اختلفت التسمية. البعض بيستخدم مصطلحات زي deliberate practice أو purposeful practice، لكنهم بيتكلموا عن نفس المفهوم، وهو نوع من التدريب الواعي اللي بيركز على التعلم من الأخطاء بشكل أساسي والتركيز في تعلم المهارة على نطاق التحدي الأمثل اللي اتكلمنا عليه في فيديو سابق. أسلوب التدريب العميق صعب وغير مريح، لكنه بيساعدك على التطور السريع لأنه بيستفيد بشدة من طريقة تشكيل وتكون المهارة داخل المخ. كل مهارة أو عادة أو سلوك متمثل داخل مخك على شكل دائرة عصبية بيمر من خلالها الإشارات العصبية اللي بتمثل الأوامر اللي بينفذها المخ للقيام بفعل معين خاص بالمهارة دي. الدائرة العصبية هي مجموعة من الخلايا العصبية متصلة ببعضها البعض. سرعة مرور الإشارات العصبية بين الخلايا دي عادة بيمثل مدى إتقانك لمهارة معينة وسهولة تنفيذها بالنسبة لك. التدريب العميق بيساعد على سرعة تشكيل طبقة من مادة اسمها المايلين حول الروابط العصبية دي. المادة دي لها فوائد كتير، من أهمها إنها بتزود سرعة الإشارات اللي بتمر من خلال الروابط العصبية، فكل ما كانت طبقة المايلين دي أكثر سمكاً كل ما كانت الإشارات أسرع، وبالتالي تنفيذ الفعل أو السلوك بيكون أسهل. الفرق بين سرعة الإشارات العصبية في الروابط المغطاة بالمايلين بشكل كامل وبين سرعتها في الروابط اللي طبقة المايلين فيها ضعيفة أو غير موجودة بيوصل لمئة ضعف أحياناً، فرق كبير جداً. وعشان كده ممكن تكون بتعاني في بداية تعلمك لمهارة معينة، لكن بعد فترة من التدريب تصبح سهلة جداً لدرجة إنك بتعملها بدون تركيز. وعلى فكرة دي بالضبط نفس طريقة تكون العادات في المخ، وعشان كده بداية اكتسابك لعادة معينة بيكون صعب، لكن بعد اكتسابها بتكون سهلة وبتعملها بدون تفكير. الكتاب بيتعمق في نقطة تشكيل المهارات داخل المخ، لأنها نقطة أساسية بيستخدمها الكاتب لإثبات وجهة نظره بأن الموهبة تصنع أكثر من كونها تولد مع الشخص. وبمناسبة كلامنا عن التدريب العميق على المهارات، في قناة يوتيوب ظريفة لشخص اسمه مايك بويد. فكرة قناته هي أنه في كل فيديو بيحاول يتعلم مهارة معينة وبيعرض مراحل تطوره في تعلم المهارة دي. صحيح ان معظم المهارات اللي بيتعلمها ممكن تكون غير مفيدة، زي انه يكسر كاس زجاجي بترددات صوته او يرمي ورق الكوتشينة، لكن قناته بتوضح ازاي ممكن تكتسب مهارة بالتركيز على الاخطاء والتعلم منها، وبتوضح كمان انك قادر على تعلم مهارات مختلفة ومتنوعة وانك مش محدود بمهارات معينة. عموما التدريب العميق موضوع كبير وهنتعرض له بتفصيل اكبر مستقبلا باذن الله. المهم اننا نعرف انه عنصر اساسي من عناصر صناعة الموهبة. ثالثا المعلم او المرشد. الانسان قادر على التعلم وحده من خلال التجربة والخطأ، لكن وجود معلم او مدرب ممكن يوفر سنين طويلة من التجارب الخاطئة غير المثمرة.
مايكل أنجلو مثلا أحد أهم فناني عصر النهضة، واللي بيتوصف بأنه عبقري موهوب بالنظر لأعماله الرائعة اللي عملها في شبابه، بدأ تعلم الرسم والنحت من سن 6 سنوات على يد معلمي مدينة فلورنسا. صحيح أن مايكل أنجلو تفوق على معلميه، لكن بدونهم كان صعب يوصل للمستوى اللي وصله من الحرفية والإبداع. يمكن كتير مننا يعرف سيبويه إمام النحاة، لكن عدد أقل يعرف أستاذه الخليل بن أحمد اللي سيبويه اتعلم منه. طبعا في عصرنا الحالي ممكن كتير مننا يتعذر بأن مفيش معلم جيد للشيء اللي هو عاوز يتعلمه، لكن أظن أننا محظوظين نوعا ما في النقطة دي بأننا اتولدنا في عصر الإنترنت. ممكن يكون صعب تلاقي مدرب أو معلم شخصي، لكن مع بوابة علم لا تنتهي بتقدم العلوم بأكتر من صيغة وأكتر من مصدر، أظن تقديم الأعذار غير مقبول. في جيب كل واحد مننا جهاز كمبيوتر نقدر نوصل من خلاله لأي معرفة حابين نتعلمها، لكن مع ذلك معظمنا بيختار انه يستخدمها في الترفيه واللعب. عموما دول كانوا التلات عناصر اللي عرضهم المؤلف لصناعة الموهبة: اشعال الرغبة في التعلم، التدريب العميق، وجود معلم او مرشد. في الفكرة الجاية هقدم تعقيب مهم على الكتاب يساعدنا على الاستفادة من المفاهيم دي في واقعنا وحياتنا. ثالث فكرة معانا عبارة عن خلاصة وتعقيب مني على أفكار الكتاب ورد على بعض الأسئلة اللي متوقع أنها بتدور في أذهان البعض. لكن قبل أي حاجة حابب أوضح ملحوظة مهمة جدا، وهي أن بالإضافة للأفكار اللي عرضناها اليوم، الكتاب فيه عدد كبير جدا من النصائح العملية لتطوير المهارات. احنا مش هنعرض ايا منها في الفيديو ده، لكن الجميل ان المؤلف جمع كل النصايح العملية اللي في كتاب اليوم وحطها في كتاب صغير منفصل اسمه الكتاب الصغير للموهبة، The Little Book of Talent. فبدلا من اني اعرض عدد قليل من النصائح دي بشكل مختصر في حلقة اليوم، احنا هنعرض الكتاب الصغير للموهبة ده في حلقة منفصلة خلال 2 أو 3 بإذن الله. لو بتشوف الفيديو متأخر احتمال كبير تلاقي حلقة الكتاب ده في الفيديوهات المقترحة او في اخر الفيديو ده. دي كانت ملحوظة مهمة بس حبيت انوه ليها قبل التعقيب. أول نقطة حابب أتكلم فيها هي أني بلاحظ ناس كتير بتسأل كيف أكتشف موهبتي أو كيف أعرف شغفي؟ مشكلتي مع السؤال ده هو الافتراض المسبق داخل السؤال، وهو افتراض أنك عندك موهبة أو شغف بالفعل لكنك مش عارفه، وده افتراض غير صحيح. مفيش في الدين أو العلم شيء بيقول أن كل إنسان بيولد بموهبة معينة مدفونة. إحنا قلنا أن مفيش حد بيتولد بمهارة معينة، لكن ممكن يتولد بصفة جينية تساعده على التفوق في مهارة معينة، لكن مش شرط ان كل انسان يتولد بصفة جينية مميزة. ممكن تتولد شخص عادي بصفات عادية، ولو ده الحال احمد ربنا انك على الاقل لم تولد بمرض نادر او اعاقة مثلا، واللي اتولدوا بمرض نادر او اعاقة ده ابتلاء من ربنا هيعوضهم بالصبر عليه. وممكن كمان تتولد بصفة جينية مفيدة لكنها غير مرتبطة بمهارة معينة زي المناعة القوية مثلا، ده معناه ان صحتك في العموم هتكون افضل، وده شيء هيفيدك ايا كان مجال اهتمامك، لكن مش بتفرض عليك مجال معين. توقف عن البحث عن موهبتك الدفينة، لأنك لو ما تعرفهاش بالفعل فهي غالبا مش موجودة. انت اتولدت كائن ضعيف ما بيعرفش يمشي ولا يتكلم ولا يقرأ، لكن مع ذلك اتعلمت كل ده بالإضافة لأمور أخرى كثيرة. لو بتبحث عن الشيء اللي بيميزك فهو موجود داخل رأسك، مخك. مخك هو المعجزة الإلهية اللي بتمكنك انك تتعلم وتكتسب عدد كبير من المهارات، ومش محدود بمهارة بعينها او مسار مهني محدد. انا اتكلمت عن النقطة دي في فيديو وهم التميز اللي قلنا فيه ان اللي بيقولك انك مميز في حاجة واحدة بعينها ومش هتنجح غير في الحاجة دي، فهو في الواقع بيقيدك وبيحطك داخل سجن وهمي هيمنعك من النجاح وهيضرك اكتر ما ينفعك. وده يقودنا لنقطة اخرى حابب اتكلم عنها، وهي التحذير من ان يكون سعيك وراء اكتشاف موهبتك الدفينة هو ظنك انك بمجرد اكتشافها هيكون وصولك للنجاح اسهل واسرع. خلينا نرد على التفكير ده باقوال مجموعة من النابغين المشهورين. اينشتاين بيقول الحكاية مش اني ذكي جدا، الحكاية هي اني بحاول في حل المشكلات لفترة اطول. مع ان اينشتاين غالبا اتولد بمستوى ذكاء اعلى من معظم البشر، لكن مع ذلك مستوى الذكاء ده وحده بدون بذل جهد وسعي لفترات طويلة مش كافي ابدا لتحقيق نجاح عظيم. في الواقع في شخص اسمه ويليام جيمس سايدس، يقال انه اذكى شخص نعرفه اتولد على الكوكب، اتولد بمستوى ذكاء اعلى من اينشتاين كمان، لكن مع ذلك محققش جزء صغير من نجاح اينشتاين، وعشان كده انت غالبا ما سمعتش عنه. في مقولة كمان من مايكل انجلو بيقول فيها لو علمت مقدار الجهد الذي بذلته في العمل لم اعتبرته عبقريا. هختم بمقولة لواحد اسمه بيدرويسكي، هو كان موسيقار لكن مجال عمله مش مهم. بعد احد عروضه الموسيقية شخصية رفيعة غالبا كانت الملكة قالت له انه يمتلك موهبة عبقرية، فرد عليها وقال نعم سيدتي، لكن قبل ان اصبح عبقريا كنت كادحا. بمعنى ان عبقريته وصلها بعد سنوات من العمل الكادح والتعب، مع انه كان ممكن يقبل المديح ويسكت، لكنه شاف انه اشرف له انه يمتدح على تعبه عن انه يوصف بانه موهوب بالمولد. وده يقودنا لاخر واهم نقطة حابب اتكلم عنها،
المضمون العام لحلقة اليوم هو إن السعي هو الحل. الدنيا مش دار عدل، الدنيا دار ابتلاء بالخير والشر. بعض الناس هيتولدوا في ظروف أفضل من غيرهم، وده ممكن يسهل عليهم الوصول لمستوى من النجاح بمجهود أقل من غيرهم، ده حال الدنيا. لكن عدل ربنا في الآخرة إنه بيحاسب على السعي مش على النتائج. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وبالتالي ركز على السعي، ما تقارنش نفسك بغيرك إلا في مقدار السعي فقط، ما تقارنش النتائج. ممكن بنفس مقدار السعي شخص آخر ظروفه أفضل يوصل لنتيجة أكبر، ده لا يقلل منك، ما تخليش ده يحبطك. وبالمناسبة نصيحة مهمة هنا للي عندهم أطفال، خبراء التربية حتى الأجانب منهم بينصحوا دايما إنك تمدح الطفل على مقدار جهده ومحاولاته مش على النتائج اللي بيحققها. امدح في طفلك سعيه، ده اللي هيبني فيه شخصية قوية ومثابرة. لو حسبته على النتائج فقط، إما هيحبط لعدم قدرته على تحقيق النتائج وتوقف عن السعي، أو قد يلجأ للغش للوصول للنتائج اللي انت عاوزها. وبشكل عام شجع نفسك وابنك على اكتساب المهارات المفيدة النفعة. بالله عليكم كفاية تشجيع على المهارات الخاصة بالمجالات الترفيهية، مش دي المهارات اللي هتصلح أمة. اختار مهارات ما تندمش وانت في آخر أيامك انك بذلت فيها عمرك. المهارات المفيدة دي حتى وان كانت بتحقق لك منفعة شخصية، تقدر برضو تتعلمها وتتقنها بنية الإصلاح، وبكده تستفيد منها في الدنيا وربنا يجزيك على سعيك فيها في الآخرة. أتمنى يكون محتوى حلقة اليوم مفيد. لو عجبكم ياريت تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم لعل المنفعة توصل لأكبر عدد ممكن. حابب أشكر داعمي ورعاة الحلقة على باتريون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.